داخل قول لك مني صحيح. صباح الخير مشاهدي شوف تي في مباشره، معكم سوق الجمله للخضر. يعني غنطرقوا لواحد الموضوع مهم هو الجلبانه تبارك الله موجوده اليوم في السوق، موجوده بكثره، يعني كنشوفوها غير هي في السوق الجلبانه. غادي نحاول نقربكم من انواع الجلبانه، نقربكم من الثمن ديالها والجوده ديالها وشحال من حاجه اللي كتعلق بهذه الجلبانه هذه. كما كتلاحظوا الجلبانة على إقبال كبير. الجلبانة موجودة، دولنا شوية الجلبانة موجودة، راه كانت شتا في بلاصة وشوية راه بحال الشمس ولا تشميشة. راه جاني منا مزيان اليوم، راه جابوا شوية الجلبانة. راه شحال داير الثمن ديالها اليوم؟ اليوم 10 درهم. 10 درهم كيلو؟ 11 درهم. شارجي ب 11 درهم. 11 درهم ودير 10 درهم. شنو أنواع الجلبانة اللي كاينة؟ فهم؟ أنواع الجلبانة اللي كاينة؟ جلبانة وحدة ديال الأزرو. ديال الأزرو، سميتها أش كيقول لها؟ سربازه. سربازه هي اللي كاينه. كاينه سربازه وازرو صافي. هاد الشنا دابا في السوق موجوده تبارك الله الجلبان. موجوده غير اليوم. كان واحد الثمن البارح اللي هو 14 درهم. 14 درهم كانت البارح. كلهم جابوها لهنا باغي كلهم يبيعوا ب 14 درهم، في السهره كيبيعوا فيها دابا 11 درهم 10 درهم. وشنو السبب؟ السبب بنادم باغي كل بغامر باغي يدبر على راسو، في السهره كاين خطيه. كاين خطيه بحال زعما قرب المواطنين زعما الخطيه. نعم؟ قرب المواطنين كيفاش خطيه زعما؟ كاين خطية الجبانة مشارجية ب 11 درهم، حنا ب 12 درهم تنبيعو فيها ب 1 فرنك. هنا كاين الخسارة. عادي. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، يعني الجلبانة موجودة ولكن ضعوا فيها بائعين الخضرة، يعني بائعين الجلبانة بجملة مشارجية ب 11 درهم، دابا كيبيعوها بأفران، البارح كانت ب 14 درهم الكيلو، يعني الخضار والفلاحة ضاعوا فيها. كما كتلاحظوا أقوام ديال الجلبانة تبارك الله وصلى على النبي فرانك الكيلو. الثمن ديالها 10 درهم الكيلو، يعني طاح فيها درهم بجوج دراهم. مارشي فيه جلبانه كثيره شارجا و الخضاره ب 11 درهم الكيلو كيبيعوا بها افرانك، يعني خساره. البارح كانت ب 14 درهم الكيلو، ملي سمعوها ب 14 درهم الكيلو كلشي شرا الجلبانه، ولكن دابا كيبيعوها بافرانك. كتشاهدوا تبارك الله وصلنا باكوام من الجلبانه. هذا
جلبانه سرباته دايره افرانك الكيلو وخضاره شارجاو ب 11 درهم والبارح شارجاو ب 14 درهم اليوم يسمعوا 14 درهم كلشي شرا الجلبانه ولكن تصيدوا كيبيعوا دابا ب افرانك الكيلو يعني طاحوا حيدوا درهم كتلاحظوا اقبال كبير على الجلبانه اصحاب الجمله كيبيعوا الجلبانه ب 1 فرانك كيلو مشاهدينا الكرام مباشرة معكم سوق جملة الخضر الجلبانة دايرة 1 فرانك الكيلو خضارة طيحوا فيها درهم البارح كانت ب 14 درهم مشاهدينا الكرام الجلبانه ديال 1 فرانك كيلو سرباته نقيه وزوينه البارح كانت ب 14 درهم اليوم شارجاو ب 11 درهم وكيبيعوا ب 1 فرانك يعني كان واحد شويه ديال الطمع ولكن راه رزقك غادي ديه مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي هذا البث والى اللقاء.